هي دورة الألعاب الأولمبية 32، إنها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي تم الإعلان عن المدينة المستضيفة لها في 7 سبتمبر 2013 في بيونس آيرس بالأرجنتين. وفازت طوكيو بتنظيمها بعد أن تنافست في ذلك كل منها ومدريد وإسطنبول، لتصبح هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها طوكيو الأولمبياد الصيفية بعد طوكيو عام 1964، وبشكل عام هي الرابعة بعد كل من دورات طوكيو عام 1964 وسابورو عام 1972 وناغانو عام 1998. وتشمل البطولة الأولمبية 33 منافسة في 339 مباراة، وتقام في 42 قاعة وساحة، وأضيفت على هذه الدورة 5 رياضات، وتضيف الرياضات الجديدة 18 حدثا مختلفا لأربع 174 لاعب إلى جدول المنافسات، ليتضمن بذلك جدول أولمبياد طوكيو 33 رياضة وما يزيد على 11 أولمبية. وأكبر البعثات العربية هذا العام هي البعثة المصرية التي بلغ عدد الرياضيين فيها 133 رياضيا، أما البعثة الأكبر على الإطلاق فهي بعثة الولايات المتحدة البالغ عددها 613 رياضيا، وتشارك مصر في الأولمبياد للمرة 22 في تاريخها، حيث كانت البداية في أولمبياد ستوكهولم عام 1912 برياضي واحد فقط وهو لاعب المبارزة أحمد حسنين. ثم شاركت مصر في أولمبياد أنتويرب عام 1920 ببعثة قوامها 22 رياضيا، وتحمل البعثة الحالية في طوكيو آمال المصريين في تحقيق إنجازات وأيضا لزيادة رصيد مصر من الميداليات الأولمبية، حيث حققت البعثات المصرية طوال مشاركتها السابقة 32 ميدالية أولمبية، منها 7 ميداليات ذهبية و10 ميداليات فضية و15 ميدالية برونزية، لتصبح مصر أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في دورات الألعاب الأولمبية عبر التاريخ. فالألعاب الأولمبية الصيفية هي حدث رياضي عالمي يقام كل 4 سنوات منذ عام 1896، وتتميز عن نظيرتها الشتوية بأن جميع الألعاب التي يتم التنافس بها هي رياضات صيفية، ويكون لكل منها رموز خاصة. وهذه هي الدورة الأولمبية الأولى التي تم تأجيلها بسبب الحالة الطارئة لفيروس كورونا، حيث أن في السابق ألغيت بعض الدورات الأولمبية والتي كانت تزامن الحروب العالمية.